حياكم الله مشاهدينا الكرام في حوار خاص مع سعادة السفير الأمريكي الأسبق في العراق السيد رايون كراكر بمناسبة مرور 20 عام على تحرير أو غزو أو احتلال العراق أيا كان تسميته. مرحبا سعادة السفير، ضيفا كريما في بغداد. مرحبتين، شكرا أستاذ يوسف. كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى العراق بعد مرور 20 عام على تحريره من النظام السياسي السابق؟ إنها لحظة تاريخية أن نكون اليوم هنا في العراق بعد كل هذه السنين، تاريخية للعراق وللولايات المتحدة الأمريكية. أجد اليوم ثم تقدم كبير قد حصل، وأن هذا التقدم قد شمل كل مفاصل الحياة، واليوم الناس يخرجون ويعملون ويستمتعون بأوقاتهم في العطل، في عطل نهاية الأسبوع، واليوم أجد بغداد تستعيد عافيتها. ثمة مشاكل بالتأكيد لا زالت موجودة، واليوم نجد رئيس الوزراء يتحدث عن عزمه في إيجاد السبل الناجعة لحل تلك المشاكل. من أفغانستان إلى باكستان إلى إيران وإلى لبنان وليس انتهاء في العراق، لماذا يعمل سعادة السفير في هذه المناطق التي عادة ما كانت هي مناوئة لوجود الولايات المتحدة الأمريكية؟ في الحقيقة هذه المنطقة هي منطقة كبيرة ومعقدة، وللولايات المتحدة الأمريكية فيها مصالح استراتيجية من خلال علاقاتنا مع أصدقائنا وحلفائنا في هذه المنطقة. لذلك أنا أيضا من دواعي السرور لدي في أني عملت هنا لمدة 10 سنوات في المفاوضات تتعلق في التوصل إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، والتي نرى اليوم هي تطبيقها يشهد تقدما، وذلك ينصف في مصلحة العلاقات الثنائية بين العراق وأمريكا. سعادة السفير، عملت سابقا في لبنان أبان الحرب الأهلية، ثم في أفغانستان بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، وكذلك في العراق أبان الحرب الأهلية في العام 2007 إلى العام 2009. هل مصادفة أن يكون وجودك في هذه الدول في فترة الصراع والاحتراب الداخلي؟ طبعا أنا كنت دوما حذرا في عملي بوصف سفير أمريكي في هذه البلدان، والتي كنت أحرص دوما على احترام سيادتها وكذلك الإرادة الحرة لقياداتها ولشعوبها. أنا شخص لا يعطي الأوامر لتلك البلدان، وإنما كنت أعمل على أن يكون هناك حوار، هذا الحوار يرعى المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتلك البلدان، وهذا العمل كنت أحرص عليه دوما بوصفي سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في تلك البلدان. واحد من الأمور المهمة التي أود أن أشير إليها هي الحرب الأهلية التي حدثت في العراق، والتي نشبت بعد وصولي تقريبا بمدة وجيزة في العام 2007. نعرف ما هي طبيعة مثل هذه الحروب الأهلية، لأني رأيتها في أفغانستان وكذلك من قبل في لبنان. بعد لقد كنا في العراق من قبل، وأعلم أن العراق ليس فيه تاريخ أو سجل من الحروب الأهلية. لذلك أنا أعود اليوم وأرى الأمن والسلام يعمان أرجاء البلد من الشمال إلى الجنوب، فهذا أمر بالغ في الأهمية. لقد شهد العراق بعد السنوات 2006-2007 هذه الحرب الطائفية، ولكني أجزم أننا العراق لن يشهد أبدا مثل هذا العنف الطائفي مستقبلا. في العام 2007 و2008 وفي العام 2009 كنت سعادتك سفير للولايات المتحدة في العراق، وكان هنالك اقترب البلد من حافة الانهيار والتفكيك النهائي للدولة بعد ما حصل بالحرب الأهلية بين المكونات. هنالك من يعتقد أن الولايات المتحدة ربما ساهمت بإذكاء هذه الحرب ما بين الجماعات المسلحة وما بين الجماعات الإرهابية المتطرفة لدى الجانب الآخر، هل هذا الاستنتاج دقيق من وجهة نظرك؟
يقال ان السفير اذا تقاعد فيتحدث بصراحه اعلى. هذا سؤال وجيه جدا، لكن دوما نشدد على ان الدوله العراقيه يجب ان تستخدم كل وسائل الشرعيه في استخدام القوه. لعله من اهم الوظائف التي يجب ان تطلع بها اي دوله هو حقها في الاستخدام الشرعي للقوة، واليوم نجد هذا الحق محل تساؤل في العراق. أسست مثلا قوات الحشد الشعبي لمواجهة خطر كبير محدق بالبلد والذي يتمثل بداعش. اليوم داعش تضمحل بيد أن الحشد الشعبي لا زال موجود. أنا أعرف السبب الذي دعا إلى تأسيس الحشد، قوات الحشد الشعبي، وذلك يظهر جليا في البيانات التي تصدر. وهناك قول أن أسست هذه القوات من الحكومة، لأنه في الحقيقة ليس الأمر كذلك. هذه القوات هي اليوم خارج سيطرة الدولة، في اليوم الأمر متروك للشعب العراقي والحكومة العراقية في أن يقرروا في ماذا كان يكون لديهم ميليشيات خارج سيطرة الدولة، أم يكون لديهم قوات تأتمر بأوامر الدولة رسمية. سعادة السفير، يذكر السيد زلماي خليل زادة في كتابه المبعوث رواية أنه خاض مع الإيرانيين بصحبتك حوار قبل الحرب العام 2003 حول إقناعهم في إقناع المعارضة العراقية بالاشتراك بالحكم في مرحلة ما بعد صدام حسين. ما صحة هذا الكلام الذي يرده السيد زلماي خليل زادة؟ Well, I'm not here to review whatever. لم أستمع إلى وجهة النظر تلك التي أو هذه الرواية التي أطلقها السفير خليل زاد. لأنني مثل ما تعرف عملت سفير في العام 2007، وكانت لي طريقتي في العمل وأفكاري وسياستي التي أعتمدها. كان لدي نقاشات مع الحكومة الإيرانية خصوصا في الأعوام 2001 و2002 حول أفغانستان، حول أفغانستان والتعاون بينكم. معظم تلك الحوارات كانت حول أفغانستان، والقليل كان حول العراق، لكنها انهارت بعد خطاب بوش بسبب ما وصفه بمحور الشر. نعم، بالحقيقة هذا التصريح لم يشجع الحوار، لم يشجع على ديمومة الحوار مع إيران. ولكن ما يتعلق بالعراق فكان هناك فرصة كبيرة لإيران، لأنه بعد إسقاط صدام حسين فإن ذلك التهديد سيزول، تهديد بالخطر على إيران، لأنه ليس هناك بلد في العالم عانى أكثر من إيران من صدام حسين وحكومته. لذلك بإسقاط صدام حسين كان من مصلحة إيران إقامة أو إنشاء حكومة مستقرة مركزية قوية في العراق تعمل على احترام وحدة وسلامة أراضي إيران. تحدثت مع الإيرانيين هنا في بغداد وبحضور وزير الخارجية هنا، وأخبرتهم أن عليهم أن يوجهوا أفعالهم باتجاه دعم الحكومة العراقية وقوتها، إلا أنه في الحقيقة أفعالهم كانت تسير باتجاه آخر في دعم الميليشيات. فيما حصل في الحوار بالعام 2007، الحوار الأمريكي الإيراني في العراق، أولا كيف حصل هذا الحوار؟ وهل ممكن أن يحصل مرة أخرى لمصلحة العراق؟ وهل فعلا أن هذا الحوار الذي حصل في العام 2007 تطور لاحقا إلى حوار في سلطنة عمان ومن ثم تطور إلى اتفاق فيينا لاحقا؟ هل هذا كان أول حوار مباشر أمريكي إيراني أن تكون جزء من عنده؟ الحقيقة الحوار الذي
أنا كان لدي مع الإيرانيين في العام 2007 لم يفضي إلى أي نتائج، والإيرانيون واصلوا دعمهم إلى الميليشيات هنا في العراق. لذلك في شهر نيسان من العام 2008 قاد رئيس الوزراء آنذاك المالكي صولة الفرسان ضد الميليشيات في البصرة وفي مدينة الصدر هنا في بغداد وفي أماكن أخرى، لأن العراقيين أدركوا أن إيران لم توقف نشاطاتها في دعم الميليشيات وعدم استقرار الحكومة. اليوم أمام إيران الخيار، إما أن تقدم دعمها لحكومة مركزية قوية تعمل على استقرار العراق، أم أنهم يسعوا باتجاه دعم الميليشيات التي تعمل على تقويض سيادة العراق وهيبة الدولة فيه. والأمر متروك لإيران، ونأمل أنها تختار الخيار الأول. هل ندم الأمريكان على تغيير نظام صدام حسين بعد العام 2003 بسبب اختلال ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط لصالح إيران على حساب الحلفاء التقليديين لواشنطن في منطقة الخليج والشرق الأوسط؟ هل كان خطأ استراتيجي ارتكبته الإدارة الأمريكية في عهد بوش الابن؟ إن إدارة الرئيس جورج بوش قامت بذلك الفعل لأن العراق في ظل صدام حسين كان يمثل تهديدا إلى المنطقة، وكذلك كان يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، وأيضا مثل ذلك فرصة للبلد وللمنطقة في أن يتكون توازن جديد. بالتأكيد أهم بلدين كان إيران وكذلك المملكة العربية السعودية. ولسوء الحظ في ظل عملي كسفير لم يتخذ أي من البلدين المذكورين خطوات إيجابية باتجاه استقرار العراق الجديد. ومن الإنصاف القول أن السعودية قد أعادت النظر في موقفها من خلال الزيارات التي قام بها وزير خارجيتها إلى العراق، وكذلك في إعادة فتح سفارتها هنا من خلال تنصيب سفير مقيم، وأدركت أن عراقا آمنا ومستقرا هو يعني الأمن والاستقرار إلى المنطقة. أنا اطلعت على المقال الذي كتبته في صحيفة الشرق الأوسط إن الحل إن الحوار مع إيران هو الحل، وذكرت فيه معلومة مهمة تخص التواصل بين الأمريكان وأن تكون الطرف فيه مع الإيرانيين في أفغانستان، وكيف إن الإيرانيين زودوكم بالخرائط في الحرب داخل أفغانستان، وكان هنالك اتفاق على حكمتيار على تسليمه لكن أطلق سراحه لاحقا في أفغانستان وقام بعمليات ضد التحالف الدولي. ودي أن أسألك، هنالك من يشكك أو هنالك معلومة جدلية، هل فعلا أن الولايات المتحدة دخلت في حوار مع إيران قبل شن الحرب على العراق؟ هناك من يقول أنها أرسلت الشلبي، هنالك من يقول أنها خاضت هذا بنفسه كما يذكر زلمي خليل زادة. هل فعلا كان هنالك تواصل أمريكي إيراني قبل الحرب على العراق من مصدر مهم ودبلوماسي مخضرم مثل سعادتك؟ أنا ذكرت أنني شخصيا كنت منخرطا في حوارات مع الإيرانيين وخصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث كنا نسعى يكون لدينا تعاون ما يتعلق بأفغانستان وكيف يمكن أن تمضي قدما من دون طالبان، وكذلك لإنهاء أي مصدر لتهديد البلدين إيران وأمريكا. وأخبرناهم من أننا على دراية من أنه في داخل إيران وفي داخل طهران ثم تواجد لزعماء القاعدة آنذاك. في ساعاتك في الحديث عن العراق بالتحديد قبل شن الحرب، هل هنالك كان تواصل أمريكي إيراني مباشر قبل غزو العراق 2003؟
أنا أخبرت الإيرانيين أن نحن على دراية بأنه في داخل إيران وفي داخل طهران كان هناك تواجد لزعماء القاعدة في ذلك الوقت، وأخبرناهم أن زعماء القاعدة أولئك كانوا يخططون لاستهداف المصالح الأمريكية في السعودية. لم يقم الإيرانيين بأي شيء إزاء إيصال تلك المعلومات لهم، وبعد ذلك لم يكن هناك المزيد من الحوارات مع الإيرانيين، حتى أصبحت سفيرا هنا وكان لدينا الحوار معهم بحضور رئيس الوزراء المالكي في ذلك الوقت. والسيد هوشيار زيباري، لا أنا سعادة السفير سؤالي هو واضح ومباشر، سواء كنت سعادتك أو غيرك، هل هنالك حوار أمريكي إيراني حصل قبل غزو العراق حول العراق تحديدا؟ أنا ذكرت من أنه نعم كان لدينا حوار مع الإيرانيين حول العراق. أنا قلت للإيرانيين أنه إذا ما أطيح بصدام حسين فأنه سيكون هناك فرصة كبيرة تتولد لخلق توازن سياسي جديد وخلق الاستقرار لبلدينا وكذلك لكل البلدان في المنطقة بما فيها إيران. ولسوء الحظ لم تبدي إيران تعاون بهذا الصدد، وبالعكس بدلا من أن تدعم حكومة مركزية قوية فإنها عملت على تقديم الدعم للميليشيات، وذلك الدعم قوض من سلطة الحكومة. سعادة السفير، يذكر ويليام بيرنز مدير السي آي آي في كتابه القناة الخلفية أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر قامت بغزو أفغانستان، وكانت بسبب سهولة العملية كانت تبحث عن عمل عسكري ثاني في المنطقة، فقامت باحتلال العراق لكي تؤكد هيمنتها على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. برأيك هل غزو العراق أو غزو أفغانستان هل حقق هذا الغرض مع خسارة 4400 جندي أمريكي و800 مليار من الأموال الدولارات؟ هل حقق الغرض بالنسبة للولايات المتحدة هذا كما يتحدث مدير السي آي آي الحالي مثلا؟ أعتقد أن اليوم كل شيء واضح. نحن اليوم هنا نجلس في هذا الفندق، فندق 5 نجوم، الأمن جيد، العراق اليوم عراق مختلف وعراق أفضل من ذلك العراق الذي كان في ظل حكم صدام حسين، وأستطيع أن أقارن ذلك بالوقت الذي كنت أيضا فيه سفير في الأعوام 2007 وما تلاها. اليوم الوضع أفضل، لكن الوضع بالنسبة لإيران أو الحال بالنسبة لإيران ليس كذلك. إيران في حرب مع طالبان عام 1999، وبدلا من أن يعملوا في مواصلة دعم الحكومة المركزية في أفغانستان اختاروا أن يدعموا طالبان، واليوم نرى أن طالبان مجددا في الحكم، يبسطون نفوذهم على أفغانستان، وأنهم يمثلون تهديدا للجمهورية الإسلامية في إيران. يعني يمكن أن يدعموا بقاء حكومة أفغانية مركزية قوية وتؤمن الحدود أو الأمن معهم. لماذا تلومون إيران على دعم طالبان ولا تلومون أنفسكم على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتسليم الحكم بالكامل إلى طالبان وإحداث تغيير جيوسياسي في تلك المنطقة؟ أعتقد أن الإيرانيين وجهة نظرهم قصيرة أو رأهم قصيرة، لأنه جل اهتمام المنصب في خلق مشكلات للولايات المتحدة الأمريكية بدلا من أن يهتموا في استقرار وأمن أفغانستان. اليوم
طلبان عادوا للحكم في كابول، وأقول لهم حظا سعيدا للإيرانيين فأنهم عادوهم الذين يمثلون تهديدا لأمن واستقرار إيران. وهذه كانت هل محض صدفة أم كانت خطة أمريكية أن يستبدل الأمريكان بعدو لإيران على حدودها؟ في الحقيقة أن الإيرانيين كان هذا هو خيارهم، وقلنا لهم فإنه يجب أن يساندوا حكومة قوية مستقرة في أفغانستان ألا أنهم اختاروا أمرا مغايرا. ونفس الشيء نقول لهم هنا في العراق أن عليهم مساندة حكومة مركزية قوية، وهذا ما نريده وهذا ما يجب أن تريده إيران والشعب هنا، أن يكون هناك حكومة مركزية قادرة على تقديم الخدمات وحفظ الأمن في العراق، وبالتالي فإن ذلك سيشكل الأمن أو يجعل من الأمن يعم في المنطقة برمتها. من الإيرانيين قد عمدوا إلى سلسلة من الخيارات الخاطئة التي أفضت إلى هذا الحال الذي نعيشه اليوم. الانسحاب الأمريكي من العراق في العام 2011 لم يبقى إلا الوقت القليل، وأنا أعرف أن الوقت بدأ يدركنا. خليني أسأل هذه الأسئلة السريعة سعادة السفير بشكل مباشر، وأتمنى أن أحصل على إجابات قصيرة مباشرة. سعادة السفير، الانسحاب الأمريكي من العراق في العام 2011 هل كان بفعل ما تعرضت له القوات الأمريكية من مقاومة في العراق، أم بفعل الضغط الشعبي داخل الولايات المتحدة بمغادرة العراق بسبب التوجه الجديد لدى الديمقراطيين وبالتحديد أوباما؟ دعني أكون واضحا في أن القرار الذي اتخذته إدارة أوباما في الانسحاب كليا من العراق في عام 2011 كان خطأ فادحا. سعادة السفير، هل هنالك أوجه مقارنة بين الانسحاب الأمريكي في العام 2011 من العراق والانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021؟ وأتحدث بصفتي مواطن أمريكي، لا أمثل أي من الدوائر الرسمية الحكومية الأمريكية، أقول مجددا أن الانسحاب من أفغانستان كان خطأ أيضا. كونداليزا رايز وزيرة خارجية ومستشارة أمن القومي الأمريكي السابق تتحدث في دراسة منشورة في العام 2001 على أن العراق هو ألمانيا الشرق الأوسط، إذا توحد العراق توحد الشرق الأوسط، إذا تقسم العراق تقسم الشرق الأوسط. هل فعلا وصلتم لهذه القناعة الآن بعد مرور 20 عام؟ الدكتورة كونداليزا رايس كانت بالتأكيد مسؤولة رفيعة المستوى في بوصفها مستشار الأمن القومي وكذلك وزيرة الخارجية، وهي أستاذة جامعية أكاديمية معروفة جدا، وخصوصا ما يتعلق بالدراسات حول أوروبا وكذلك روسيا والاتحاد السوفيتي السابق. ووجهة نظرها حول ألمانيا والعراق مهمة جدا. ألمانيا في القرن العشرين كانت تمثل تهديدا كبيرا للعالم، حيث شنت حربين عالميتين في غضون 30 عام فقط. هزيمة حكومة النازيين أتاحت للألمان في أن يبنوا بلدا جديدا تماما، و في أن ينتجوا نظام سياسي أدى إلى استقرار البلد وإلى تحقيق الأمن فيه بدلا من إراقة الدماء. والحال ينطبق أيضا على العراق، بعد إسقاط نظام صدام حسين تولدت فرصة للشعب العراقي وجيرانه في أن يؤسسوا لدولة تكون مصدرا للأمن ليس في العراق فحسب وإنما للمنطقة كلها. ومن المهم أن نذكر أن لألمانيا لم يكن هناك جارا يعمل على إعادة الحكم النازي إلى ألمانيا، إلا أن في العراق الوضع مغاير بوجود جار مثل إيران. هل تريد أن تبقى على العراق آمنا أم أنها تريد أن تعيد حكم للعراق يشبه حكم صدام حسين؟
سعادة السفير، كتبت مقالا في الشرق الأوسط بعنوان الحديث إلى إيران هو الحل. في هذا المقال ذكرت أن إيران لا تريد حيازة سلاح نووي، لأن ذلك بالإمكان أن يشجع بعض الدول في المنطقة على حيازة سلاح نووي. ألم تكن هذه الرؤية كافية للوصول إلى اتفاق شامل بين الغرب وإيران أو أمريكا وإيران؟ لا أعتقد أن هناك فرص لنجاح الحوار مع إيران فيما يخص برنامجها النووي. ونعم أن في سعي إيران لحصولها على السلاح النووي بالتأكيد ذلك سيشجع الدول الأخرى في المنطقة لأيضا الحصول على السلاح النووي، بالتالي سنجد سباق للتسلح جديد في الشرق الأوسط. هذه الرؤية أليست كافية لعقد اتفاق مع إيران؟ هذه القناعة أليست كافية لعقد اتفاق مع إيران يجنب المنطقة سباق التسلح؟ دعني أكون صريحا أن إيران دوما في حواراتنا معها فيما يخص برنامجها النووي تطلب أشياء غير معقولة وبعيدة عن صلب الموضوع، وأيضا نعلم أن إيران وليس العراق أو السعودية يمثلون اليوم مصدرا لتهديد الأمن والسلام. سعادة السفير، بسؤال أخير حول الاتفاق السعودي الإيراني، ذكرت أن دولتين مهمتين بعد 2003 للمنطقة وللعراق. أولا، هل سنكون أمام منطقة أكثر استقرارا وأقل تشنجا وتوترا بعد الاتفاق الأخير، وكيف سينعكس على العراق أم ما زلنا في مرحلة الاختبار؟ أعتقد أن جميعنا يرحب بالقرار الذي اتخذ لاستئناف العلاقات بين الرياض وطهران وتبادل السفراء، لكن ذلك وحده لا يضمن تشكل سياسات جديدة تعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولكن علينا أن نراقب الموقف ونرى كيف يتطور، لأن أعتقد أن الخطوة التي اتخذت هي خطوة جيدة ولكنها ليست خطوة كبيرة وتمخضت فقط عن الاتفاق حول تبادل السفراء واستئناف العلاقات، إلا أنه بالتأكيد ثمة المزيد الذي يجب أن يبذل باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة. سعادة السفير، العراق والولايات المتحدة بعد مرور 20 عام، وسعادتك كنت سفير وشاركت في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ووجودك كان في الحرب الأهلية، وكذلك وجودك في الحوار الأمريكي الإيراني حول العراق، كيف تقيم علاقة بغداد مع واشنطن؟ هل نحن أصدقاء؟ هل نحن حلفاء؟ هل نحن شركاء؟ العراق وأمريكا قد دفعوا ثمنا كبيرا في السنوات 20 الأخيرة، ولكن أمر واحد نحن نعيد التوكيد عليه من أننا لازلنا حلفاء وندعم كلانا الآخر ونواصل العمل سوية. قد زار وزير الدفاع أوستن العراق مؤخرا، وكذلك وزير الخارجية العراقي زار واشنطن، ونتوقع لرئيس الوزراء أن يزور واشنطن قريبا، لذلك هذه العلاقة بين البلدين مستمرة، وخصوصا أن لدينا قضية مشتركة وهي قتال داعش، وأننا كشعب أمريكي وشعب عراقي من حقهم أن يفتخروا بهذه العلاقة التي بالتأكيد هي تعمل أو سبب لاستقرار المنطقة. رئيس الوزراء في يوم ما سيزور واشنطن. سعادة السفير الأمريكي السابق في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي الكويت وفي أفغانستان وباكستان والدبلوماسي المخضرم السيد ريان كروكر، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة التي تتزامن مع مرور 20 عام على تحرير العراق من النظام السياسي السابق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله وحفظه. شكرا.